مساء الخير، أنا اسمي بسمة، أنا عضو مؤسس في حزب مصر الحرية. الحقيقة إن علاقتي بالحزب بدأت من أيام ما كان مجرد فكرة واستمرت طول الفترة، طول الكام شهر اللي فاتوا، وإحنا دلوقتي على أعتاب التأسيس الرسمي للحزب. دي خطوة كلنا مبسوطين جدا بيها. صحيح أخدنا حبة وقت، لكن إحنا كنا حابين إنه كل الخطوات تتم بأكتر طريقة صح ممكنة. النهاردة احنا في مقر الحزب في القاهرة في الانتخابات الداخلية لاختيار أمين القاهرة والاثنين مساعدين أمين القاهرة. دي تاني تجربة انتخابات ديمقراطية داخل الحزب. التجربة الأولانية كانت في اسكندرية. بنتمنى انه النموذج ده يتطبق على مستوى كل الأحزاب وكمان على مستوى البلد. يمكن احنا من فترة كان عندنا أول انتخابات مجلس شعب وأول انتخابات مجلس شورى على مستوى بلدنا، وأول انتخابات كتير مننا أول مرة ينزلوا ينتخبوا. إحنا سعداء بالتجربة النهاردة وبالطريقة اللي ماشية بيها. جزء من التصويت كان إلكتروني وجزء بحضور الناس في المقر. سعداء جدا بال إحنا حابين نسميه الطفل بتاعنا اللي بيتولد وبنشوفه يوم بعد يوم بيكبر قدامنا. ونتمنى ان كل اعضاء الحزب يبقوا فخورين بالتجربه بتاعتنا، يبقوا حاسين قد ايه دي تجربه على المدى الطويل هتبقى مهمه وهتبقى مؤثره في مستقبل بلدنا. نتمنى من الناس اللي مش اعضاء ان هم يقروا البرنامج بعنايه، علشان لو حاز على اعجابهم هيكون لينا الشرف والفخر ان هم يبقوا اعضاء معانا. سلام عليكم.